السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نناقش فيها أهمية الدعم والإسناد لجبهات المقاومات الشعبية وخطورة الخذلان. إذن مشاهدينا، من تعز وصولا إلى حجور، من المستفيد من تأخر دعم المقاومات الشعبية؟ يبدو أن ميليشيا الحوثي أدركت خطورة الوضع في حال تقدم الجيش الوطني إلى بلاد حجور عبر مسافة التي لا تبعد سوى كيلومترات، لذلك فبركوا أحداثا لتبرير تواجدهم العسكري. حجور كعادتها تاريخيا لم تخضع، انتفضت وتداعت من كل أطرافها لصد الاجتياح السلالي، إلا أنها حتى اللحظة لا تزال وحيدة تخوض الصراع عسكريا. ما لا تدركه الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وجهازه الإداري أن حجور تمثل ورقة التوت الأخيرة التي تستر عوار الخذلان المعتاد مع كل مقاومة شعبية خالصة. هكذا فعلت شرعية هادي منذ اندلاع المقاومة في تعز قبل أن يكون هناك تحالفا ولا عاصفة، مرورا بحركة المقاومة الشعبية في إب التي دشنتها بعدان بقيادة الشهيد نايف الجماعي، ومن بعدها مقاومة الزرانيق في أغسطس وسبتمبر 2015، ثم مقاومة البيضاء فعتمة وحزم العدين والشعاور، جميعها للأسف كانت ضحية للتلكؤ المشبوه من الشرعية والتحالف لأسباب لم تقنع الرأي العام المحلي المتأثر معنويا بمجريات الأحداث. في حلقة اليوم نناقش أهمية وضرورة دعم جبهات المقاومة الشعبية وانعكاسات ذلك على الشعور العام شعبيا وعسكريا، وكذا خطورة الإهمال والتلكؤ والتباطؤ الذي يرقى لدرجة الخذلان وارتداداته المعنوية في نفوس الناس وفي مقدمتهم رجال الميدان. لمناقشة ذلك مشاهدينا سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الصحفي والناشط الإعلامي عدنان الشهاب، ومن القاهرة عبر سكايب الناشط الإعلامي فوزي المريسي، ومن مأرب أيضا سيكون معنا الإعلامي الدكتور يحيى الأحمدي. وبداية مع ضيفنا، إذن سينضم إلينا من القاهرة السيد فوزي عبر الهاتف. سيد فوزي مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيد فوزي. يعني سيد فوزي، كيف تنظر إلى تعامل الشرعية مع وضع المقاومات الشعبية في يعني جميع المحافظات اليمنية؟ نعم، هو كما أشرتم في مقدمة الحلقة أن الاهتمام من قبل الحكومة الشرعية والتحالف للأسف اهتمام غير، يعني ليس هناك اهتمام يستحق الذكر بهذه المقاومات، بل نستطيع أن نصف كثير من الجبهات أنها تعرضت للخذلان من قبل الحكومة الشرعية ولم تقم بالدور المناط بها تجاه تلك المقاومات في المحافظات المختلفة. هذا للأسف الشديد واقع نلمسه ويتفاقم يوما تلو آخر. نحن هنا في محافظة الضالع، وعلى سبيل المثال لو لم يكن هناك إصرار شعبي من قبل المواطنين ومن قبل أهالي المنطقة في جبهة مريس لما تمكنت هذه الجبهة من الصمود والاستبسال خلال هذه الفترة بكلها، قبل أن تتحول المقاومة جزء من المقاومة فيها إلى جيش وطني، وحتى بعد أن تحولت إلى جيش وطني لم يحظى المقاتلين ولم تحظى هذه الوحدات العسكرية المرابطة في هذه الجبهة على مدى هذه الفترة بالاهتمام الكافي واللازم الذي يمكنها من استمرار التقدم وخوض المعارك، بل أن هذه الجبهة تعرضت كغيرها من الجبهات، وهو نموذج، أنا أتحدث عن نموذج عايشته وأعيشه خلال هذه الأربع السنوات. هذه الجبهة لم تحظى بما يلزم من الدعم الكامل. تخيل معي أننا في هذه الفترة نعاني كثيرا من علاج الجرحى، نعاني من عدم وجود التسليح الكافي لهذه الجبهة، لولا كما أشرت سابقا التفاف المواطنين ودعم الأهالي وصمودهم خلال هذه الفترة
لكانت مريض في عداد الجبهات التي أشرتم هو سيد فوزي. سيد فوزي المقدمة. نعم سيد فوزي، في مسألة دعم المقاومات الشعبية على يعني في جميع المحافظات هو واجب لدى الحكومة الشرعية، كون القضية بدرجة أساسية هو استعادة الشرعية للبلد بشكل عام، ولكن بالتالي يعني هل هناك ما يبرر مسألة الخذلان وعدم تقديم الدعم للكثير من الجبهات وليس حجور على وجه التحديد أو مريس؟ نعم، نحن نستغرب كثيرا كيف هذه المقاومة التي تندلع هنا وهناك، سواء في عثمة سواء في حجور سواء في إب من قبل، وتتعرض للخذلان. إذا كانت هذه المقاومة تستبسل من أجل السعادة الشرعية، كيف يمكن أن نبرر للشرعية عدم دعم هذه الجبهات وهذه المقاومات التي تشتعل هنا وهناك، والتي تعمل على يعني تعمل من أجل السعادة الشرعية؟ هذه الجبهات التي تشتعل فيها المقاومة ليس هناك من هدف لهذه المقاومات إلا أنها تحاول إعادة الشرعية، وبالتالي لا يوجد في نظري أي مبرر لخذلان الشرعية لهذه الجبهات، سوى أنها ربما لا تمتلك القرار الكافي لإدارة المعركة، وأن ثمة ما يمنع من دعم هذه الجبهات، أو ربما ليس هناك إمكانيات كافية لذلك. ولكن على أي حال لو افترضنا ذلك، لا يعني على الأقل وجدنا الدعم لجبهة واحدة لتصمد خلال هذه الفترة. أنا قبل أن يستشهد الشهيد نايف الجماعي رحمة الله عليه التقيت به وسألته عن ما إذا كانت لماذا لم تستمر المقاومة في محافظة إب تلك الفترة. هو سيد في هذه النقطة تحديدا، يعني أنت سيد فوزي عايشت الشهيد الجماعي، وربما الشهيد الجماعي والمقاومة التي يعني شكلها في بعدان وفي يعني كثير من مناطق محافظة إب، يعني الرجل تعرض لخذلان كبير وحتى أنه قاتل حتى آخر لحظة، يعني صف لنا اللحظات التي شاركته فيها في ظل الخذلان الذي تعرض له. نعم، هو كان على تواصل بنا كإعلاميين لتغطية الجبهات التي اشتعلت في إب، كان قد وصل بمقاتلي إلى مشارف المدينة من اتجاه جبل بعدان. كانت المدينة على مرمى سلاح الكلاشينكوف لأبطال المقاومة هناك بقيادته، ولكن فجأة وإذا بنا ونحن نعد رحالنا للتوجه إلى بعدان لتغطية وقائع الانتصارات هناك، نتفاجأ في اليوم الثاني أو الثالث بالشهيد نايف الجماعي ومقاتليه يصلون إلى منطقة مريس منسحبين من تلك الجبهة. لا ندري كيف حدثت تلك كيف حدث ذلك، ولكن بعد أن سألته تحفظ كثيرا عن أسباب الانسحاب، ولكنه أكد لي ضمنيا في إطار حديثي معه أنه لم يحظى بالدعم من قبل من وعدوه سواء من التحالف أو الشرعية، وأنه اضطر للعودة لعمل تكتيك معين مع المقاومة في المناطق الوسطى في مريس ودمت وحمت لتوسيع أو لملمة ما أمكن من رجال القبائل هناك ولتوسيع رقعة المقاومة. لكن في حقيقة الأمر ما حدث هو خذلان بمعنى الكلمة، واستمر يقاتل في جبهة دمت التي هي الأخرى، ربما كان لهذا الأمر سبب لعدم الدعم الكافي السبب في انهيار الجبهة في دمت، وتراجعت إلى منطقة مريس لتستمر المواجهة في مريس طيلة سنتين بجهود شعبية وبقليل من الإسناد من التحالف العربي والشرعية. واستمرت كما قلت لك طيلة هذه الفترة تقاتل وتقاوم. اليوم وفي ظل وبعد أن تحولت أجزاء من المقاومة أو بعض وحدات من المقاومة إلى جيش وطني، ما زالت المعاناة أيضا مستمرة. هذا هو نموذج. إذن سيد فوزي سأعود لأكمل معك من هذه النقطة، ولكن سأشرك معنا في الحديث، سينضم إلينا السيد يحيى الأحمدي إعلامي يمني، سينضم إلينا من محافظة مأرب. سيد يحيى مساء الخير. يا مساء الخير واهلا بك اخي الكريم وبمشاهدي قناه بلقيس، مرحبا بك. اهلا بك سيد يحيى الاحمدي. اذا نتساءل هنا يعني ما الاهميه التي تمثلها دعم المقاومه يعني شعبيا وعسكريا؟
لا شك لأن أي عمل مقاوم يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى مساندة، والمعركة معركة اليمنيين جميعا، وكل من يستطيع أن يسمع على الانقلاب واستعادة الثورة هو بحاجة إلى دعم ومساندة، ولا شك أن هذه المساندة نعم. سيد يحيى هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال بسيد يحيى الأحمدي قد فقد. ويعني ريثما يعود مشاهدينا، سنذهب لمتابعة استطلاع وصلنا من تعز عن أهمية إسناد ودعم جبهات المقاومة الشعبية وخطورة الخذلان، نشاهد سويا. تأتي ضرورة دعم الجبهات لكي يتم حسم العسكري في الجبهات، وهذا هو المطلوب والذي هو نأمله دائما من التحالف الذي لطالما خذلنا كثير. دعم الجبهات اليوم يمثل هو الحل الوحيد لتعنت الميليشيات التي لا تقبل بأي حلول سياسية ولا تقبل إلا بنفسها في هذا البلد. فاليوم ضرورة دعم الجبهة أصبحت هي الحاجة الأولى والحاجة الممسة التي لا بد منها، ولأن خطر عدم دعم الجبهات يؤدي إلى عودة الميليشيات، يؤدي إلى أن الميليشيات تكون لها كلمتها القوية في أي حوار سياسي قادم. إذا أراد الجيش الوطني وإذا أراد التحالف أن ينهي أمر الميليشيات فعليه بدعم الجبهات، وهذا هو الحل الوحيد الذي ستقبل به الميليشيات. هذه الميليشيات التي جاءت من الكوف لن تقبل إلا بالقوة، وليس لها حوار إلا السلاح، والحل الوحيد هو بدعم الجبهات ودعم الجيش الوطني الذي هو على أتم الاستعداد لتحرير الجبهات. تعز قد عانت ما عانت خلال السنوات التي مضت، وهي الآن بحاجة إلى استكمال خطة تحرير هذه المحافظة، وأن كلما تأخرت معركة تحرير محافظة تعز فإن الصف الداخلي والجانب الداخلي في تعز. إذن مشاهدينا، هذا كان استطلاع عن الخذلان الذي يتعرض له الأفراد المقاومات الشعبية على امتداد الخارطة اليمنية. وأعود لسيد فوزي المريسي. يعني سيد فوزي، نتساءل هنا يعني ما الآثار المعنوية التي يعني تنتج عن التلكؤ والخذلان الذي يحصل من قبل الشرعية والتحالف العربي للمقاومات الشعبية؟ نعم، في حقيقة الأمر هناك نوع من المعنوية التي ربما يعني تضعف لدى بعض المقاتلين ويضطروا لترك تلك الجبهات ومغادرة الوطن. أنا التقيت هنا بالعديد من المقاتلين الذين كانوا سواء في جبهة بعدان وغيرها، وقد غادروا المناطق وغادروا الوطن بشكل عام لأنهم لم يتعرضوا أو لم يحصلوا على الدعم الكافي للصمود في الجبهات التي كانوا فيها. ولكن الشريحة الأوسع والأكبر من المقاومة ومن الأحرار في مختلف الجبهات يصمدون رغم ما يعانونه من شحة الإمكانيات، ويمثلون نماذج وطنية في حقيقة الأمر تستحق الثناء والشكر أكثر من قيادة الشرعية التي ما تزال حتى الآن خارج الوطن. هؤلاء هم الذين يدفعون فاتورة الانتماء للوطن ويتصدون للميليشيات بكل ما يمتلكونه من قوة. نحن اليوم أمام نماذج فريدة لم يثنيها ما تعرضت له بعض الجبهات من خذلان من قبل الشرعية، ومع ذلك تناضل تناطح تقدم دون انكسار دون كلل أو ملل. نحن أمام نموذجين جديدين لهذه الجبهات المشتعلة، هما جبهة الحشا في الضالع وجبهة حجور في محافظة حج. هذه الجبهتين يتابع الكثير ماذا يحققه الأبطال هناك من منتسبي أو من رجال القبائل من انتصارات ومن تقدمات ومن خسائر يلحقونها بالميليشيات. أنا أتواصل قبل قليل بأحد رجال القبائل في محافظة الضالع وتحديدا في الحجة، يؤكد لي بأن الرجال هناك صامدين صمود أسطوري كبير جدا،
هناك بعض الإسناد من وحدات عسكرية في مقدمتها اللواء 83 مدفعية واللواء الرابع احتياط وبعض الوحدات الأخرى المرابطة في الضالع، ولكن كما أشرت لك هذه الوحدات ذاتها تشكو من عدم الدعم الحقيقي والإسناد من قبل الشرعية والتحالف. ولكن مع ذلك هم صامدين، هم يقدمون دروس كبيرة، يعني يقدمون نماذج فريدة على مستوى الجمهورية. نعم، إذن ابقى معي سيد فوزي، وسأذهب الآن لضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية سيد عدنان الشهاب. سيد عدنان، مساء الخير. مساء النور لأخواليك ولمشاهديك الكرام، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد عدنان. يعني نتحدث اليوم عن أهمية الدعم والإسناد للمقاومات الشعبية وخطورة الخذلان، ونتساءل هنا لماذا التباطؤ دائما في دعم جبهات المقاومة الشعبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التخاذل في دعم مثل هذه الجبهات ويسبب انتكاسة ورسم صورة سيئة لدى مناصري الشرعية أو أنصار الشرعية أو المواطن اليمن الذي أراد أن ينتفض ضد هذه الميليشيات. نعم، يسبب برسم صورة ذهنية سيئة عن أداء الحكومة الشرعية مع الأسف الشديد. والسبب هو كما يعلم الجميع الحكومة ليست تملك قرارها كما يقول كثير من المحللين. القرار بيد التحالف العربي، القرار بيد قوى إقليمية، قوى دولية كما يعرف الجميع. نعم، لكن يعني لو بحثنا عن الأسباب سيد يعني شهاب أو سيد عدنان، يعني هناك ربما تكون أسباب واعتبارات كثيرة يضعها التحالف و أيضا الشرعية في مسألة عدم دعم المقاومات الشعبية، وحتى تكون الأمور واضحة أكثر، ما هي الاعتبارات التي يضعها التحالف والشرعية لإيقاف الدعم عن هذه الجبهات والمقاومات المنتشرة في أكثر من محافظة؟ مع الأسف الشديد هناك اعتبارات قد تكون حسابات سياسية لقوى سياسية معينة لأطراف معينين، وكما نشاهد المعركة تدور اليوم في جبهات محددة لأنها تتبع طرف معين أو لأن يقودها تكتل معين، بينما توقف في جبهات أخرى وتوقف الدعم عن جبهات أخرى كما هو الملاحظ على أرض الواقع. نعم، إذن ابقى معي سيد عدنان، وأعود لضيفي السيد يحيى الأحمدي، عاد إلينا مجددا. سيد يحيى، يعني ننقل إليك نفس التساؤل، يعني ما هي الأسباب التي يعني أو المبررات التي تجعل التحالف وأيضا الشرعية إيقاف الدعم عن الكثير من الجبهات، بينما هناك بعض الجبهات يتم دعمها وبشكل سخي؟ اولا اخي الكريم، نعم المرافعه غير قبل لحظات بلغني ان هناك انزال حصل لجبهه حجور فيما يخص المناطق العسكريه الاخرى التي تدور فيها المعارك. حتى نكون متفقين اخي الكريم، ونحن نشاهد يعني هناك دعم متواصل، لكن اعتقد ان العسكريين لهم رؤيتهم الخاصه في مساله الدعم الذي يتعلق بالجبهات التي تكون للمقاومه، ففي هذه الجبهات يبدو هناك محاذير تواجه التحالف او تواجه لكن العتب هو على الشرعيه، انا عندي شرعيه الجيش اليمني المتواجد بمقربه من هذه المعارك، سواء في مثلا في حجور تقريبا المسافه بسيطه، لماذا لا يتحرك الجيش؟ لماذا لا تتحرك الجبهات الاخرى لتحد من تدفق الاسلحه وتدفق المقاتلين من الذين يتبعون الى هذه الجبهه؟ السؤال اليوم قبل ان نوجهه للتحالف نوجهه للشرعيه، على الاقل للشرعيه، لماذا لا يكون هناك ضيف الان موجود لديك اخي الكريم ليحدث اليمنيين عن هذه التساؤلات؟ الشعب اليمني يتساءل ان كانوا عسكريه امنيه، لانه قد يقول بعض الناس سناتي بالسلاح، مثلا لمن نسلم هذا السلاح؟ لمن الانزال؟ هل تاتي مثلا الطائرات وتنزل كميات من الاسلحه الى مكان لا تعلم؟ قد ربما تعود هذه الاسلحه الى الحوثي مثلا
أقصد هناك أين الشرعية؟ أين المحافظين؟ أين المحافظون؟ وأين الوزراء؟ وأين المعنيين بالأمر؟ وأين كل هذه الأسماء الذين يجلسون في الرياض مثلا؟ لماذا لا يتكلمون؟ لماذا لا يتحدثون؟ لماذا لا يعني يواجهون مثل هذه التساؤلات التي يجعلون المواطن أو الصحفي أو المحلل السياسي في حيرة من أمره، ويحدث مثل هذا التذبذب سواء كان في المواقف أو حتى في الرؤى المستقبلية؟ نعم نعم سيدي أحياء، في مسألة الإنزال، أنت كنت قد تحدثت في مسألة حجور أن هناك إنزال. الكثير من المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام وعبر أيضا يعني مواقع التواصل، الحديث يدور عن أن ما أنزل في حجور هي عبارة عن يعني مساعدات طبية. ما التفاصيل إذا لديك تفاصيل حول هذا الأمر؟ نعم، هذا هو الذي بلغني، أن هناك إنزال لمواد طبية ومواد غذائية وعلمية، وايضا هناك مساندة للتحالف العربي في الامس. الناطق الرسمي باسم التحالف استعرض في اثناء المؤتمر الصحفي بعض الاستهدافات التي استهدفت حملات عسكريه باتجاه هذه المديريه او باتجاه مديريه حجور او منطقه حجور، وهي منطقه يعني على مقربه تقريبا من الجيش، لا يبعد عنها الا 4 كيلومتر تقريبا. وكان من المفترض ان نسمع تحرك، ان نسمع مثل من هذا التوجه لتخفيف الضغط على الاقل. انا اقول بان اننا اليمنيين معنيون باننا في اليمن نتساءل مع الشرعيه في الدرجه الاولى، فهي المسؤوله عن التواصل مع التحالف، التواصل مع القوات الجيش المتواجده هناك. ماذا فعلوا؟ واتمنى ان يكون ضيفكم في اي حلقه قادمه او اي اخبار قادمه شخصيه مسؤوله ليتحدثوا عن دورهم وعن الدعم الذي يجب ان يقدم. وهذه المعطيات التي ربما او ما يسمى اذا سميناها بالمساعدات او بالاسقاط الجوي، ربما هناك اسرار لا نعلمها. قد يكون التحالف يريد طريقه اخرى مثلا عبر المحافظ، عبر الجهات الرسميه، لاننا كما نعلم اخي الكريم حتى القبائل ربما هي بحاجه الى ان تتوحد. بالنسبه للاستضافه سيد يحيى، نحن دائما ما نستضيف المعنيين من جانب الشرعيه والحكومه، وكل ما يطرح هو عباره عن تطمينات وان الامور ستاتي بالخير، ويعني هذا الحديث بات يكرر بشكل دائم. ولكن يعني اذا كان الاخوه في الكنترول قادرين ان يؤمنوا لنا ضيف من الشرعيه سنقدم له هذه التساؤلات. وابقى معي سيد يحيى، وساذهب لضيفي عدنان الشهاب. سيد عدنان، يعني نقدم لك هذا السؤال، يعني في مسألة الحوثي، يعني كيف يستثمر هذا التلكؤ والتباطؤ والارتباك الحاصل من الشرعية والتحالف؟ تستثمر الميليشيات هذا التخاذل وهذا التباطؤ لصالحها، وهي ليست المرة الأولى أن يحدث مثل هذا التخاذل. كما ذكرنا سلفا حصلت في عتمة، حصلت في بعدان، وحصلت في العدين، في حزم العدين، يعود عليها سواء في 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 الخذلان المعنوي للانتفاضة أو لمنطقة المقاومة، أو فيما بعد ما يسبب في رسم صورة ذهنية كما قلنا. نعم. لتباطؤ الشرعية ولخذلانها لمناصريها وأتباعها. نعم، إذن يعني على عاتق من تقع يعني مسألة دعم المقاومات الشعبية الشرعية تحديدا أم التحالف في وضع البلاد الحالي؟ لا خلاف على أن المسؤول الأول هي الحكومة الشرعية، تتخذ لديها نقاط قوة كما لديها نقاط ضعف، تتخذ هذه النقاط القوة لممارستها ولمساندة هذه الثورات، هذه المقاومة التي تختصر لها كثير من الطريق، تختصر لها طريق النصر إن صح التعبير. كما الآن كما ذكر الدكتور يحيى، المسافة التي تفصل ما بين المقاومة في حجور وما بين أول موقع في حيرة لا يبعد أكثر من 20 كيلومتر. إذا قدر الله وسقطت هذه المنطقة ستتحول حجور إلى جبهة نهم ثانية، ستدفع تكاليف باهظة جدا كما هو الحال في نهم. نعم، إذن ابقى معي سيد عدنان، وأعود لسيد فوزي المريسي. يعني سيد
فوزي، يعني نتحدث عن البدائل، ما البدائل التي يمكن أن تلجأ إليها القيادات في الميدان والمقاتلين حين يتأخر الدعم وحين يعني يبقون ما بين يعني تلكؤ التحالف والشرعية؟ نعم، هو قبل أن نلقي اللوم على التحالف، هناك اللوم مباشر يلقى على قيادة الشرعية باعتبارها هي المسؤول عن هذه الجبهات وهي المسؤول عن إدارة البلد. على سبيل المثال لدينا في محافظة الضالع محافظ المحافظة حتى الآن ربما لم يعرف أن هناك جبهة مشتعلة في مديرية الحشا. هذه الجبهة تتعرض في الأثناء لهجوم كبير من محورين في محاولة لاستعادة السيطرة عليها من قبل ميليشيات الحوثي، ومع ذلك ليس هناك أي موقف رسمي للمحافظ باعتباره القائد العسكري الأول في المحافظة، وهو يعني قائد المحور ومحافظ المحافظة في ذات الوقت. هذا السلوك نفسه مارسه بحق جبهة مريس لثلاث سنوات منذ تعيينه أو سنتين، ويمارس أيضا مع جبهة دمت التي كان الجيش على مسافة قصيرة منها ويعمل على استكمال التحرير. هناك مسؤولين من قبل الحكومة الشرعية هم المسؤول الأول الذي يجب أن يتخاطب معه المقاتلين في الميدان قبل أن نتحدث عن دور التحالف العربي، لأننا أمام حكومة وهي المسؤولة عن كل الملفات الموجودة في البلد. يا سيدي الكريم، تحدثت إليك عن نموذج بسيط هنا في محافظة الضالع، وكثير من المسؤولين في باقي الجبهات ربما يكون السبب الرئيسي هو التقصير الموجود من قبل هذه العينات من المسؤولين الذين يمثلون الشرعية ولا يقومون بالدور المطلوب إزاءهم. فيما يتعلق بالبدائل الجبهات التي تشتعل فيها المقاومة بخيار بإرادة شعبية وبإصرار قبلي وشعبي، هؤلاء لا يحسبون أي حسابات قبل أن يفكروا في قضية الدعم. هم يفكروا في قضية الكرامة، في قضية أنهم لا يمكن أن يقبلوا بالمذلة والهوان الذي تخلفه الميليشيات، وبالتالي ليس لديهم أي حسابات. إذا توفرت الإرادة يتحقق الانتصار بدون أي حسابات أخرى. نعم، إذن ابقى معي سيد فوزي وأذهب لي الدكتور يحيى الأحمدي. دكتور يحيى، في مسألة يعني ما طرحته أنه يجب أن نتواصل بجهات تمثل الشرعية وتكون معنا في هذه الحلقة، نحن بالفعل تواصلنا وتواصل الإخوة في إنتاج هذا البرنامج مع يعني الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني وأيضا قيادات في الجيش، وتعذروا بأنهم مشغولين باجتماعات ولا يملكون من الوقت لأن يكونوا معنا في هذه الحلقة، وتواصلنا أيضا بوكلاء وزارات تابعة للشرعية، كان ردهم بأن هناك حساسية كبيرة في هذا الموضوع ولا يودون التحدث. ونعود إلى موضوعنا وأسألك، يعني هو ما مصلحة يعني تأخر التحالف في دعم جبهة حجور على وجه التحديد، وهو يخوض معارك شرسة في المحافظة المجاورة لحجة وهي صعدة وأيضا على مشارف حجور؟ يعني هي كانت فرصة كبيرة أمام التحالف أن تتحرك جبهة بحجم جبهة حجور وأن لا يقدم لها الدعم. بالطبع لا توجد مصلحه لاي طرف يريد لهذا اللي يريد لحسم المعركه وعوده الشرعيه وسعاده الدوله، بمصلحه من يريد يعني سعاده الدوله واعاده الشرعيه ان يساند كل موقف كل عمل عسكري يقاوم كل عمل يريد انهاء هذا الانقلاب. لكن ربما هناك حسابات لا نعلمها، ربما هناك تكتيك عسكري معين، لكن اعتقد ان الوقت يمر والاستنزاف هذه الجبهه وحصارها من مختلف الجهات، وايضا دائما ما تكون هذه القبائل لا تمتلك الاسلحه، انما هي تمتلك الاراده صحيح، تمتلك العقيده، تمتلك الحريه والشجاعه، لكن السلاح اليوم لغه السلاح لابد ان تكون حاضره. وكما اشرت فان هذه فإن المسؤولين والمعنيين بالحكومة لماذا لم نسمع يعني منهم رد؟ يعني ما الذي يمنع المحافظ أن يستقيل إذا لم يستجب ما
أبحثهم. ماذا لم نسمع إلى اليوم أن محافظة التحن بجبهته واحتياجا على فدلان معين؟ يعني هناك تساؤلات كثيرة جدا. ومن مصلحة اليمنيين أن تحسم هذه المعركة وأن تنتهي معاناة اليمنيين؟ وليس من مصلحة أحد أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لأن اليمنيين كل يوم يعني يتمدد الانقلاب، هم يخسرون وكل يوم يستمر، هم يعني يخسرون الكثير. ولذلك فإن أي مصلحة لا تصب إلا في نهاية الانقلاب والسعادة الدولية. نعم، إذن ابقى معي سيد يحيى، وأعود لضيفي سيد عدنان الشهاب الصحفي والناشط. سيد عدنان، يعني نتساءل هنا، يعني هناك من يأخذ على المقاومة الشعبية في أي منطقة أن تقوم بالمقاومة دون أن تجري أي تنسيقات مع الحكومة الشرعية وأيضا مع التحالف، وبالتالي تتأخر مسألة الدعم لهذه الأسباب، هل من المنطق طرح مثل هذا؟ طبعا هذه من الأعذار التي لا يقبلها عاقل. في 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 النماذج السابقة كانت ربما تتحقق الحكومة والتحالف العربي بعدم وجود خط تواصل بين مباشرة، يعني لنقول يعني أقرب جبهة لهم مثلا في حزم العدين أو في عتمة أو في بعدان قد يعني يقبل يعني أحيانا، لكن من المانع أن يكون هناك دعما أو تحرك الجيش من حيران ومن مستبأ ومن حرض؟ المنطقة الخامسة تتحرك لفك الحصار عن حجور، خاصة أن حجور تمتلك موقعا استراتيجيا، الميليشيات محاصرة بين القبائل وبين الجيش، وهي والقبائل تسيطر على الموقع، والسهل كله السهل التهامي يقع تحتها، والخط الاستراتيجي الذي يمر عبر كشر يقع ضمن سيطرة القبائل. فالتحرك في حجور ربما يكون لصالح الجيش، لكن لا ندري ما هو سبب هذا التأخير. ما هو أيضا هناك من يطرح سيد عدنان، يعني مقابل هذا الخذلان الحكومة والتحالف. نعم سيد عدنان، مقابل هذا الخذلان هناك من يطرح أيضا، يعني ما الذي يدفع قيادات المقاومة والمقاومون أيضا في مسألة الزجف بمناطقهم في يعني مواجهات ومعارك وأيضا يعني أوضاع إنسانية صعبة، هم في غنى عن هذا الأمر؟ لا 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 لم يقوموا هم بالمواجهة، هم الآن في موقع الدفاع، دفاع عن كرامتهم، دفاعا عن أعراضهم، دفاعا عن بلادهم، دفاعا عن أنفسهم. الميليشيات هي التي أرادت أن تجتاح المنطقة. نعم. الميليشيات هي التي تحاربهم، هي التي تقصفهم بالأسلحة الثقيلة، تقصفهم بالصواريخ، تمنع عنهم كل شيء، حتى الغذاء، حتى الأطفال. اليوم أو منذ أمس بدأ النزوح من قرى في كشر بسبب القصف العشوائي للمساكن. نعم، لكن أيضا هناك من يطرح أن مسألة أو أن ما يدور في حجور أنه لماذا لم تندلع المواجهات منذ أن بدأت الحرب في البلاد، و يعني أتت لي التحرك اليوم. الحوثي يبرر هذا بأن هناك من حاول أن يجر هذه المنطقة إلى صراع، كيف يعني تنظرون إلى هذا الطرح؟ هذه من خزعبلات، من مزاعم الميليشيات، هي تضع معاذر أو أعذار أو مزاعم لكل حرب. أبناء قبائل حجور يقاومون منذ 8 سنوات، يقاومون الجرم الحوثي بحق أبناء المنطقة والجرائم التي ارتكبت في المديريات المجاورة، لكن اليوم ما دفع الميليشيات للتحرك نحو حجور هو فقدانهم لمواقع هامة، سواء في حيران وفي حرض وفي ميدي، وهم يشعرون بأن الجيش لا محالة سيصل إليهم، فيتخذون من منطقة الحجور أو منطقة كشر هو خط الدفاع القوي الذي يعني يحيل بينها وبين الجيش إذا قدر الله سقطت في أيديهم هذه المنطقة الاستراتيجية. نعم، إذن ابقى معي سيد عدنان، وأذهب لضيفي السيد يحيى الأحمدي. سيد يحيى، نتساءل هنا، هل يمكن أن تنتصر يعني مقاومة اليمنيين بعيدا عن الشرعية وأيضا عن التحالف العربي إذا ما اقتضى الأمر؟ سجل كثير من المقاومين، يعني سواء كان في حجور أو في عتمة أو في إبدا أو أي مكان، المقاومون سجلوا يعني انتصارات عظيمة
يخضعوا ابدا ولم يركعوا ولديهم من الامكانيات العقيده الفكريه والبحث عن الكرامه والحريه، هذه تعد انتصارات لهم. لكن اقول بان المعركه معركه الجميع، وان على الحسابات اي حسابات ان تنتهي. واليمنيون لم يعودوا اليوم يبحثون عن استقطاب معين او لفصيل معين او لحزب معين. اليمنيون اليوم جميعا في خندق واحد، حزبهم الوطن واستعادة الدولة والكرامة. ومن ثم عندما تعود الدولة يمكن الحديث عن استقطابات هنا أو هناك، لكن اليوم أعتقد لا يوجد يمني سواء كان في الداخل أو الخارج إلا ويبحث عن الدولة أولا ويبحث عن الوطن أولا، الذي يستطيع من خلاله أن يتحرك أو أن يسوق إن كان لديه مشاريع يعني استقطابية أو مشاريع انتخابية. لكن الذي يحدث اليوم لا يمكن أن نتحدث عن أي تخوفات. ما أدري لماذا الحديث دائما عن تخوفات أو عن تمييز بين اليمنيين. اليمنيون جميعا، وهذه نتيجة طبيعية في خندق واحد، لم يعد أحد يبحث سوى عن الوطن وعن الدولة وعن السعادة الشرعية. كما فقدوا كل شيء، واليوم هذه الانتصارات سواء كانت للجيش أو للمقاومة هي اتفاق الجميع، سواء كان للشرعية أو التحالف العربي أو المنطقة برمتها، وعلى كل من يستطيع أن يزيح أي عراقيل فليفعل، وأن تتوجه الحكومة الشرعية في أقرب وقت في الزمن. يعني جزء كبير من الذي يمنح الميليشيات الحوثية الفرص، وعليهم أن يدركوا هذا قبل فوات الأوان وقبل أن تضم حجور إلى غيرها من المناطق التي سقطت بأيدي الميليشيات وأصبحت تشكل عبئا كبيرا على الشرعية والتحالف. نعم، ابقى معي سيد يحيى، وأذهب لضيفي فوزي المريسي. سيد فوزي، يعني على ماذا يمكن المراهنة في ظل يعني تكرار وأيضا استمرار الخذلان من قبل الشرعية والتحالف للمقاومات الشعبية؟ نعم، يعني كنت قد سألتك على ماذا يمكن المراهنة في ظل استمرار خذلان الشرعية والتحالف للمقاومات الشعبية؟ نعم، هناك جبهات رئيسية يعني حققت انتصارات كبيرة واستطاعت المقاومة فيها أن تصمد وأن تتوسع، وبالتالي نحن أمام لا يمكن أن يعني لا يمكن أن تفشل تلك الجبهات، وقد استطاعت أن تصمد خلال هذه الفترة. ما فشلت من جبهات هو بسبب عدم دعم الشرعية لهذه الجبهات أو بسبب التأخر في إيصال الدعم. عادة نسمع عن وجود دعم يصل أو طيران يصل لإسناد تلك الجبهة، وقد غادرت المقاومة منها، ولكن بشكل عام الكثير من الجبهات تحولت إلى جبهات رئيسية واستطاعت أن تصمد طيلة هذه الفترة وأن تحقق تقدمات كبيرة. ولكن ما يجعلنا نتساءل أكثر هو كيف إذا كانت هناك كما أشرتم خلال في ثنايا الحلقة عن حديث عدم تدخل الحكومة أو نادى المقاومة في بعض المناطق بسبب عدم التنسيق المسبق من قبل المقاومة فيها مع الحكومة ومع التحالف، وأحيانا بسبب عدم وجود طرق إمداد لهذه الجبهات. لكن نحن اليوم على سبيل المثال أمام النموذجين، جبهتي حرز وجبهتي حجور والحشا. الحشا هي جبهة فيها موجودة فيها الشرعية وموجودة طرق الإمداد وتسيطر عليها، لكن اشتعلت المقاومة في أطرافها. لماذا مثلا تتأخر الشرعية هذه الجبهة كما ينبغي حتى التراجع، ومن ثم يأتي الدعم يقول هناك عدم تنسيق، خط الإمداد موجود والجيش متواجد إلى جوار المقاومة بألوية مختلفة. نعم. ويقودون لماذا غيرها من الجبهات أيضا حجور؟ هناك إمكانية لتقدم قوات المنطقة الخامسة إلى حجور لإيصال الدعم ولفك الحصار عن هذه المنطقة، لماذا التأخر؟ نعم، إذن هذه تساؤلات مهمة، ويعني لا نجد إجابة لها إلا لدى الشرعية والتحالف. وبالتالي يعني أشكرك جزيلا السيد فوزي المريسي، كنت معنا
من القاهرة ناشط إعلامي، شكرا لك. وأعود لضيفي سيد عدنان الشهاب الإعلامي. سيد عدنان، يعني هنا تساؤل، يعني أن هناك نماذج كثيرة تعرضت للخذلان، على سبيل المثال الشيخ حمود المخلافي في تعز، وأيضا الشهيد نايف الجماعي في بعدان بمحافظة إب، وأيضا يحيى منصر في تهامة، ومعوضة في عتمة. يعني بعد هذا الخذلان وهذه الشخصيات الكثيرة التي برزت وقادت مقاومات كبيرة على مستوى المحافظات، هل يمكننا بعد هذا كله يعني التفاؤل في الشرعية والتحالف؟ طبعا المواطن اليمني يبحث عن دولة، يبحث عن استعادة الدولة، سواء خذلته الحكومة أم ناصرته، لكن كما ذكرنا سابقا أن هناك لدى التحالف ربما حسابات سياسية مرتبط بجماعة معينة أو بحزب معين يحجم عن بسببه يحجم عن إبداء الدعم، كما هو الحال مع الشيخ حمود المخلافي في تعز سابقا. لكن الأهم والأبرز بأن وهي قضيتنا اليوم هي حجور، ستنتصر حجور لأنها تمتلك من عناصر القوة ما لم يمتلكه خصمها، وهذا هو الأبرز. وقد بدأنا نشاهد أو نسمع عن بداية غارات جوية أو عدد من غارات جوية منذ أيام لاستهدفت مواقع للميليشيات، وإن شاء الله أن تكون هذه الجبهة هي الجبهة الأولى التي لن يخذلها التحالف والحكومة بإذن الله. نعم، لكن هناك من يتساءل أيضا ما الذي يمنع عن تقدم قوات المنطقة الخامسة والقوات المحيطة بمحافظة حجة لحسم الوضع؟ هنا أيضا لوم كبير على الشرعية في هذه المسألة. صحيح، هذا التساؤل يجب أن يوجه إلى قادة الجيش، إلى وزير الدفاع. أقصد مسألة الغارات الجوية التي استدليت بها سيد عدنان، يعني البلد يعني تقصف منذ 4 سنوات، ومسألة الغارات العسكرية هي ليست من سيحسم الوضع بشكل نهائي في أو استعادة الشرعية. هناك أيضا يجب أن تكون هناك عمليات عسكرية متزامنة على الأرض تحقق إنجاز يذكر. صحيح، أنا لم أقل بأن الغارات هي ستحقق النصر كاملا، لكن قلت أنه بداية لفك الحصار أو لمناصرة جبهة حجور. نعم. أما بالنسبة لتحرك الجيش من المنطقة الخامسة ومن مركز مديرية حيران باتجاه حجور، هذا السؤال يجب أن يوجه إلى وزارة الدفاع وإلى رئيسة هيئة الأركان وإلى قيادة المنطقة الخامسة لإبداء الأسباب عن هذا الإحجام. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الإعلامي عدنان الشهاب، كنت معنا من محافظة مأرب. وأعود بسؤال أخير لضيفي سيد يحيى الأحمدي. سيد يحيى، البعض يتهمكم أنتم كناشطين أيضا وإعلاميين بأنكم يعني تهولون الأمور، وأيضا تذهبون للمسارعة بتسمية أن الأمر يعني يعد خذلان، كيف تعلق؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال بالسيد يحيى الأحمدي قد فقد. و يعني مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة، وقبل الختام سنستعرض بعض المنشورات التي كتبت عن يعني ما يحدث في حجور، وسنطالعها سويا. هنا مشاركة لحمزة المقالح. حمزة المقالح يقول: إذا تركت المواجهات الدائرة في حجور بين قبائل حجور ومرتزقة الميليشيا الحوثية دون فتح خطوط إمداد لإسناد مناطق القبائل، فإنها معركة بالغة الخطورة، كونها ستحدد مستوى ثقة المجتمع المحلي بالتحالف والشرعية، كما أنها ستضع الحرب برمتها وأهدافها أمام اختبار حقيقي عند كل اليمنيين بعد مضي 4 سنوات، وسيترتب على نتائجها سلبية مزاج مجتمعي مختلف لن يكون في صالح الشرعية والتحالف. تجهيز المشاركة الأخرى وهي لمحمد صالح المنصوري اليافعي. محمد صالح يقول: العهد الذي تبقى بيننا وبينهم حجور، فإن خذلوها كفرنا بهم. ليعلم هادي والتحالف أن القبائل ترى حجور كمؤشر تعرف به وفاءهم من خذلانهم لها،
في المستقبل. إذن نختتم بهذه المشاركة، ومشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر ضيوفي، كان معنا الإعلامي عدنان الشهاب عبر الأقمار الاصطناعية من محافظة مأرب، ومن القاهرة فوزي المريسي ناشط إعلامي، والشكر أيضا لدكتور يحيى الأحمدي ناشط إعلامي وناشط كان معنا من محافظة مأرب. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من زميلة إلهام عامر في الإعداد والتنسيق، ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.